استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الأستاذ أحمد عبد العزيز الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية. خلال اللقاء تناول صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التطورات على الساحة الإقليمية والجهود التي تبذلها الحكومة للإسراع بوتيرة التنمية في المملكة وما حققته في المجالات المختلفة وما تهيئه من فرص استثمارية جاذبة وحوافز لرجال الأعمال والمستثمرين. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الصحافة ومشاركتها الفاعلة في توعية الرأي العام بالتحديات التي تواجه المنطقة وتوضيح الجهود الخيرة المبذولة لمكافحة الإرهاب وحماية الشعوب، منوها سموه بدور الصحافة الكويتية ومنها صحيفة السياسة على الساحتين الخليجية والعربية وبجهودها في إبراز المنجزات الخليجية في مختلف المجالات وفي تعزيز قيم الترابط والتآخي بين الدول التي تشترك في ذات الأهداف النبيلة في الدفاع عن قضايا المنطقة وبيان عدالتها. وأشاد سمه بصحيفة السياسة باعتبارها منبرا إعلاميا له مكانته الراسخة خليجيا وعربيا، معربا سمه عن تقديره للدور الرائد والبصمات الواضحة للأستاذ أحمد الجار الله في تطور العمل الصحفي على الساحة الكويتية. كما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة وما تشهده من تطور أهلها لتكون نموذجا للعلاقات المتقدمة بين البلدين.